انا مش هقول لك القصه اللي انت هتسمعها دي دلوقتي حقيقيه ولا مش حقيقيه، بس اسمعها للاخر. يعني ما تجيش في ربعها الاولاني كده وتقول القصه ديت مش حقيقيه، ما تحكمش عليها من الاول، جايز تكون مستوحاه عن احداث حقيقيه. يلا بينا. غباء انك تبقى فاكر نفسك قادر على كل حاجة وتفتكر انك هتعرف تسيطر على اي حاجة تحصل لك. فكرة انك جامد وقوي مفيش منك اتنين دي فكرة غبية وغلط، واول واحد بيكتشف انها غلط هو انت شخصيا. مجرد انك ترفض فكرة ان في كائنات تانية غيرك وفي عوالم انت ما تعرفش عنها حاجة ولا تعرف عن الكائنات دي حاجة، وبتحاول تسخر من الفكرة وترفضها كده بدون ما تقرأ وتبحث او تعرف اكتر. فكرة انك تعاند او تفكر تجرب تشوف او تسمع حاجة مالكش انك تشوفها او تسمعها او تتعدى حدودك، دي فكرة مش هتدمر حد غيرك انت. دايما تصرفاتنا الطايشة المتهورة بندفع تمنها، بس المرة دي التمن غالي قوي، المرة دي التمن موت. كنا أربع شباب صحاب مجانين وطايشين ومتهورين، أحمد وهشام وعبد الله وماجد. كنا أصحاب وعشرة عمر من زمان جدا. هشام كان غاوي رعب، كان بيقرا قصص رعب كتير وروايات غريبة، ويقعد يسمع قصص بتتذاع كلها رعب الجن وعفاريت وتعاويذ. كانت دي هوايته، بصراحة هواية غريبة جدا بالنسبة لي. أيوة كان زيكم كده بيقعد يتابع رعب، ومفيش رواية من النوع ده إلا لما يجيبها ويقراها. هشام من كتر الهوس اللي كان فيه كان بيحاول يجيب كتب قديمة بتتكلم عن السحر والجن بالتفصيل. الموضوع في الأول بيبدأ من باب الفضول وحب المعرفة والاطلاع مش أكتر، بس بعد كده بيتحول الموضوع لحب إنك تعرف أكتر وأكتر، وبعدها بتحصل كارثة إن الفضول ياخدك إنك تجرب تدخل جوه العالم ده وتستدعيه. هشام أقنعنا إن إحنا نجرب نعمل كده طقوس معاه، وقال لنا إننا لو عملنا الطقوس دي صح هنستدعي جني يحقق لنا كل اللي بنتمناه. كلنا كنا ساذجين وعاوزين نجرب اي حاجه جديده تكسر الملل والروتين اللي احنا فيه. اتفقنا نتجمع في فيله هشام، وقعدنا احنا الاربعه في دايره، وكان من الشروط اننا نمسك ايد بعض علشان الدايره دي تتقفل، ومهما حصل هنفضل ماسكين في ايد بعض علشان ده هيبقى اكتر امان وقوه لينا. احنا كنا بننفذ اللي بيقوله هشام من غير ما نفهم اي حاجة، احنا كنا بنجرب للتسلية وخلاص. فضل يقول تعاويذ ويرسم ترسم طلاسم كده غريبة جوه الدايرة اللي احنا قاعدين فيها، وقام قفل كل الانوار وولع شموع كتير وقعد معانا في الدايرة وفضل يردد التعاويذ وبقينا نقولها وراه. كلام غريب ومريب ومش مفهوم، بس كنا بنقول وراه وخلاص. كنا بقى مستنيين يطلع لنا الجني ويقول لنا شبيك ولبيك وجو الافلام والمصباح علاء الدين ده. كنا تافهين جدا ومش مدركين خطورة اللي بنعمله، بس ايا إن كان انت فاهم ومدرك اللي بتعمله ده وما ده خطورته ولا مش فاهم مش هتفرق، لانك بالفعل تعديت حدودك واستدعيت مخلوقات انت مش قدها ولا تقدر على اذيتها. ما طلعش كل اللي بيحضر عفريت بيعرف يصرفه. كلنا حسينا ان المكان بيتحرك من تحتينا وكأن في زلزال بيحصل. ممنوع اننا نسيب ايدينا من بعض، وممنوع نفتح عينينا، وممنوع نبطل تجديد التعاويذ ورا هشام. بدأنا نحس ان في هوا جامد بيدخل الأوضة اللي احنا فيها رغم ان كل البيبان والشبابيك مقفولة. بدأنا نسمع همهمات غريبة مش مفهومة، كل واحد بقى سامع حد كأنه بيوشوشه بس بكلام مش مفهوم ومريب. خلصنا قراية التعويذ وفتحنا عنينا، كلنا صرخنا أول ما فتحنا، صرخنا واختلت توازننا ووقعنا على الأرض.
رحنا في سابع نومة. كان حلم واحد وكلنا حلمناه، كرينك اتبدل بكرين حد تاني، هتعيش حياة مش حياتك ونهايتك عاشها مخلوق غيرك، وهتموت زي ما مات بأبشع طريقة ممكنة. حضرت روح هتعذبك طول حياتك. حد فاهم حاجة؟ جملة ما فهمناش منها أي حاجة، بس الغريب أننا كلنا حلمنا أن حد بيقول لنا الجملة دي، وكلنا قمنا وحافظين الجملة دي وكأننا سمعناها مليون مرة. ولما حاولنا نسأل بعض إيه اللي خلينا نصرخ، أول ما فتحنا عينينا وبدأنا نشوف بعض، كانت الإجابة المرعبة هي أن كل واحد فينا شاف صاحبه بهيئات تانية غير هيئاتهم. تخيل تبقى قاعد مع ناس وتغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك قاعد مع ناس تانية، لا وكمان شكلهم مخيف ومرعب. قررنا اننا نمشي من فيلة هشام بسرعة وننسى كل اللي حصل ده، وكأنها كانت لعبة بايخة وفشلت. بس من بعد اليوم ده وحياتنا كلها اتقلبت رأسا على عقب. تحبوا تسمعوا حكاية من الاول؟ احكي لكم حكاية ماجد مثلا. ماجد اول واحد فينا حياته انتهت، بس ما انتهتش بسهولة كده، لأ ماجد بقى بيسمع أصوات ويشوف خيالات كتيرة، بدأت تصرفاته تبقى مش طبيعية، ويبقى على طول بيزعق وعصبي ويقول كلام مش مفهوم. بدأ كمان يقول لنا إنه بيشوف واحد كل ما بيدخل أوضته، واحد كده أو زي ما تقولوا خيال أسود كبير مرعب، وهو اللي دايما بيصحيه من النوم. بيشوف الخيال ده وبيسمع همهمات حواليه وكأنه في أكتر من حد. بدأ يشوف علامات خربشة وكدمات بتظهر على جسمه أول ما بيصحى من النوم. بدأ يسمع زعيق وصوت عالي بس بكلام مش مفهوم، ولا كان بيعرف يميز منه أي حاجة يسمعها. ويا سلام بقى لو قعد في البيت بسبب سفر أهله، أو اضطر إنه يسافر لوحده ويقعد في أي مكان ومعهوش حد. بيشوف ظل شخص طويل وعريض وبيقرب منه وبيضحك بهستيريا وبصوت عالي، أنت من اعتدى فلك منا بمثل ما اعتديت. دي الجملة اللي كان دايما ناجد بيسمعها، وكان الظل ده بيقولها له بعد كده بيختفي. للأمانة احنا ما كناش بنصدق ماجد قوي، اصل كلنا كنا تمام ومحدش حصل له حاجه يعني. قعدنا نقول يمكن بيتهيأ له او مضغوط، او علشان كان في الفتره دي فعلا عنده شويه مشاكل، وبرضه قلنا يمكن حد عمل له عمل او حاجه من الحاجات اللي مجنونه دي. بس ولا مره صدقنا ان ده ممكن يكون بسبب البلوى السوداء اللي عملناها كلنا، وده ما جاش في بالنا لان ببساطه كلنا ما حصلناش حاجه، وما بنشوفش خيالات ولا بنحلم بكوابيس ولا الكلام الفاضي ده كله اللي عايشه ماجد. كنا ساعات نتريق على اللي بيقولوا بينا وبين بعض من غير ما هو ما يبقى موجود اصلا. بس عارفين المرعب ايه؟ مفيش ولا كلمة بنقولها على ماجد الا لما بنلاقيه تاني يوم جاي هو وعارفها. ولما نسأله انت عرفت منين؟ يقول لنا انا سمعتكم، انا تقريبا كنت معاكم. معانا ازاي؟ احنا بنكون احنا التلاتة بس من غيرك. يقعد يضحك ويقول تقولوا ايه بقى، تقريبا بقيت مخاوي. بدأ كلامه يبقى مخيف، وبدأ ما يحكيش لحد حاجة علشان محدش يقلل من كلامه او يكذبه. ما كانش عاوز يتحط في الموقف ده علشان بيخسرناش، لان انت لو كل مرة بتحكيلي على حاجات مؤلمة وبتشوفها وبتعيشها وبتخوفك وترعبك، واجي انا في الاخر ما صدقكش، دي حاجه ممكن تخليك تقطع علاقتك بيا خالص. اهو ده اللي ماجد كان بيحاول ما يعملوش، ما كانش بيتكلم علشان ما يخسرناش. بدا يحلم بكوابيس مزعجه جدا، او هي مش كوابيس، هو كابوس واحد وبيتكرر كل يوم. كان كل يوم بيحلم انه بيدفن حي، ويا ريته كان حد مثلا هو اللي بيدفنه او بيعذبه او عاوز يموته بالطريقه دي، لكن لأ، ده هو اللي كل يوم بيحلم إنه بينزل بنفسه بالمقبرة المفتوحة،
ويقعد وسط الجثث اللي كلها ساعتها بتفتح عينيها وتفضل تبصله وتبصله بصة طويلة جدا، وبعد كده يهجموا عليه ويقتلوه. ماجد على فكرة ما حكاش لحد فينا الحلم ده، بس الكلام والتفاصيل دي مكتوبة في دفتر مذاكراته، المذكرات اللي كان دايما شايلها ومحتفظ بيها في مكان خاص جدا في بيته علشان محدش يفتحها او يقرا المكتوب فيها. ودي عادة ماجد من زمان جدا، كان بيحب يكتب مذكراته بدون ما يوريها لأي حد. خلونا نقرا الكلام والمذكرات نفسها بدل ما اقعد انا اللي احكي. بقالي شهر حياتي مقلوبة، حياتي بقت كلها مرعبة وسخيفة جدا، انا مش عارف انا عملت ايه لكل ده يعني. حتى اصحابي عمالين يقولولي يمكن حد عامل لك عمل، مكدبين كل كلامي، وبصراحة معاهم حق. انا لو مكانهم وحد بيحكي لي اللي بقوله ده مش هصدق، بس الاغبياء دول مش مقتنعين ان كل ده بسبب اللعبة الغبية اللي لعبناها من حوالي شهر ونص، وكان هشام هو اللي مقترحها علينا اصلا. حجتهم ان محدش حصل له حاجة وانهم مش بيشوفوا اللي انا بشوفه، فاكيد موضوع اللعبة ده مش هو السبب. بس انا متأكد ان اللي بيحصل ده بسبب اللعبة الغبية دي. انا مش مسامحك يا هشام على الورطة السودة دي، وكمان اشمعنى انا؟ او فعلا اللي بيحصل ليا ده بسبب اللعبة، فبجد اشمعنى انا يعني؟ ما كلهم لعبوا وكويسين اهو. وبعدين ايه الكابوس المرعب ده؟ انا بقيت اخاف انام بسبب اني مش عاوز اشوف نفس المنظر بتاع كل يوم. انا اللي بنزل برجلي المقبرة المفتوحة وافضل قاعد فيها وسط الجثث اللي بتكرر فجأة ان هم يقوموا من نومتهم ويقعدوا جنبي ويفضلوا باصين ليا وفجأة يموتوني، واترمي جنبهم والتربة تتقفل ومحدش يحس بيا او محدش يعرف ان في حد دخل ومات. عموما ده لو حصل فعرفوا اني مت، يعني لو فجأة دورتوا عليا وما لقيتونيش او فجأة لقيتوني اختفيت، اعرفوا ان السيناريو ده اللي حصل فعلا. عندي احساس قوي جدا ان نهايتي هتبقى بالمنظر ده فعلا، بس مش عارف ابقى في عقلي ازاي وانا بنفسي اللي بنزل المقبرة المفتوحة وبكامل ارادتي. عموما لو ده حصل فهتلاقوني في مقبرة عيلتي، ده اللي انا دايما بشوفه في الحلم اللي بحلمه، او بمعنى ادق الكابوس البشع اللي ملوش تفسير ده. لكن جزء من مذكرات ماجد، بس عارفين ايه اغرب حاجة في المذكرات دي؟ ان ده مش خط ماجد اساسا، المذكرات كلها مكتوبة بخط، والجزء ده بخط تاني، والمذكرات كلها عن حياته واهله وشغله وعننا وعن البنت اللي بيحبها، مذكرات عادية وملهاش علاقة بالموضوع اللي بيحكيه ده، وكلها اصلا بتواريخ قديمة. الا الجزء ده، الجزء ده هو الجزء الوحيد اللي بيتكلم عن اللي بيشوفه وبيحلم بيه. الجزء ده فعلا مش خطه، ماجد مات فعلا، مات وما عرفناش انه ميت غير بعدها بحوالي 10 ايام، لما اختفى فجأة وما بقيناش عارفين نوصله. اكتشفنا ان اهله كمان ما يعرفوش عنه حاجة، اهله كانوا فاكرين انه مسافر معانا اي سفرية من سفرياتنا الكتيرة. قلبنا الدنيا عليه، ما كناش عارفين نوصله للأسف، وبالصدفة حد من اخواته دور في مكتب ماجد لغاية ما لقى المذكرات دي، وساعتها كلموني علشان نيجي فورا ونطلع على مقابر العيلة بتاعتهم علشان نتأكد من الكلام اللي مكتوب في المذكرات ده. وفعلا لما رحنا وسألنا التربة هل كانت في تربة مفتوحة الأسبوعين اللي فاتوا، لقينا التربة بيقول أيوة كان في تربة مفتوحة، أو بمعنى أصح مقبرة قديمة كان فاتحها علشان ينضفها علشان يبقى سهل استخدامها بعد كده. فتحنا المقبرة اللي بيقول عليها دي ونزلنا، شفنا ماجد بس كان وشه أسود وعلامات الرعب والفزع كلها كانت على وشه وعينيه. شفنا جثة وبدأت تحلل وجسمه بيتاكل ببطيء،
لو رجعنا للمذكرات هنلاقي إن كتابة الكلام الأخير اللي سمعته من شوية كانت بتاريخ قبل اختفائه بحوالي أسبوعين، يعني الكلام مكتوب بتاريخ شهر فات من النهاردة تقريبا. مش دي المصيبة برضو؟ المصيبة إن دفتر المذكرات لو قعدت تقلب فيه صفحة صفحة هتلاقيه فاضي تماما لغاية ما هتلاقي جملة مكتوبة وبتاريخ النهاردة. الجملة كانت بتقول: الدور هيجي على كل واحد فيكم، الدور صايبكم مهما هربتوا، الكل هيموت بدون رحمة، كل متطفل بدخيل يستحق الموت. وبرضه الرسالة دي مكتوبة بنفس الخط اللي كتب آخر حاجة واللي ماجد فيها بيحكي عن اللي بيشوفه وبيحلم بيه. مين اللي كتب؟ ده مش خط ماجد، ده خط زي ما يكون عيل صغير في ابتدائي لسه بيتعلم يكتب. وبعدين يعني ايه الدور هيجي على كل واحد فينا دي؟ مين اللي مقصود بالكلام ده؟ مين المتطفل الداخلي اللي المذكرات بتقول عليه؟ وكمان الأهم برضو، مين اللي كتب بتاريخ النهاردة؟ عبد الله. الله يخرب بيتك يا أخي، دمرتنا كلنا وهنروح في داهية بسببك. هشام، وأنا مالي أنا يا عبد الله؟ ما أنا زي زيكم. وبعدين أنت ليه بتقول كده أصلا؟ أنا عملت فيكم إيه؟ أحمد، لا 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 لحظة، أنت اللي خليتني ألعب اللعبة الغبية المتخلفة دي. المذكرات مكتوب ان كل اللي حصل لماجد كان بسبب لعبتك وجنونك، والرساله اللي اتكتبت بتاريخ النهارده بتقول ان الدور جاي علينا، الدور جاي على كل دخيل متطفل اللي هو احنا طبعا، مش محتاجه ذكاء. هشام، يا سلام، مش كان ماجد في وسطينا وعمال يقول انه بيشوف وبيسمع حاجات وكنت بتتريقوا عليه؟ ولما كان بيقول ان اللي بيحصله ده بسبب لعبتي السخيفه وجناني كنتوا بتقولوا لا لان محدش فيكم حصل له حاجه، الكلام اتغير فجاه ليه؟ احمد، اتغير لان في واحد مننا مات. عبد الله، المذكرات بتقول ان كل واحد له دور، علشان كده كان طبيعي جدا اننا نقول ان ما حصلناش اي حاجه وان فعلا حياتنا كانت طبيعيه وما فيهاش اي حاجه. وده ليه بقى؟ علشان الدور كان على ماجد. المذكرات بتقول ان الدور جاي على واحد واحد وهو ماجد مات. شوفوا بقى الدور اللي جاي على مين. احمد، اسمع يا هشام، انت لازم تفهمنا اللعبة السخيفة بتاعتك دي كان الهدف منها ايه، او بتحقق لك ايه بالظبط واستغفلتنا وقلتلنا انها مجرد لعبة؟ قلتلنا هنشوف جن مطيع وهينفذ لنا كل اوامرنا واحنا علشان اغبياء وواثقين فيك وانا مصدقينك. بالهداوة كده فهمنا ايه اللي حصل، وبهداوة كده اشرح لنا ايه اللي حصل مع ماجد بالظبط. هو مش انت يا ابو العريف اللي بتردد الكلمات والتعاويذ وبترسم الطلاسم وبتقرا في كتب الشعوذه بتاعتك دي؟ يبقى تجاوب على اللي بقوله. هشام، ما تبطلوا جنان يا جدعان، انا ما عملتش حاجه، دي كانت فعلا تجربه عبيطه علشان يبقى في جني ينفذ لنا طلباتنا. انا فعلا ما عملتش حاجه ولا خبيت عليكم حاجه، ولا انا فاهم اللي بيحصل، ولا حتى ماجد مات ازاي، ولا حصل له كده ليه. احمد، اي حد فينا هيحصل له حاجه يا هشام هيبقى بسببك، دم ماجد في رقبتك، وبقعد استنى موت انت كمان، ما هو طباخ السم بيدوقه. من يوم ما مات ماجد ما شفناش بعض تاني، اخر حاجه بينا كانت الخناقه الكبيره دي، وباختصار شديد فالدور بعد كده جه على احمد. احمد فجأة وبدون مقدمات جاله مرض خطير ونادر ونادر جدا، وما كانش حد فاهم ده حصله بسبب ايه، ولا حتى الدكاترة فاهمين ازاي يجيله المرض ده. لما عرفنا الخبر رحنا له، لكن منعونا من الزيارة، وبيقولوا ان مناعته بقت ضعيفة جدا، واي ميكروب او عدوى ممكن فعلا تموته. قعد كده حوالي شهرين، شهرين ممنوع ان اي حد يشوفه غير من وراء ازازة علشان يفضل سليم. كل الدكاترة قالوا ان حالته مش مستقرة ومفيش اي تحسن بيحصل، وجايز من بين يوم وليلة تحصل المعجزة ويرجع تاني من جديد ويرجع تاني بصحته. كان بينا وبين نفسنا كنا عارفين انه مش هيقوم منها تاني، كنا عارفين ان دي نهايته خلاص وان الدور فعلا جه عليه هو،
أهله كان عندهم أمل كبير، بس ده لأنهم ما يعرفوش حاجة، ما يعرفوش إن المرض اللي عنده ده وسيلة للموت مش أكتر. يا لسخرية الحياة، الدور جه عليا يا جماعة مش كده؟ بص، هو أنا مش فارق معايا والله إن الدور يجي عليا أو إني أموت، أنا بس اللي فارق معايا إني بتعذب علشان أموت. جسمي كله بيتعبني، ما بين كل فترة والتانية بتظهر كدمات في جسمي. آه صحيح، أنا ما بشوفش أحلام بصراحة، يا ريتني بشوف أحلام علشان يبقى مجرد كابوس وأخلص. أنا بيجي واحد كده بيقعد معايا، واحد شكله غريب ومريب جدا، لابس جلابية سودة طويلة ودقنه سودة طويلة برضه وملامحه مخيفة. في الأول كنت بخاف منه، بس هتصدقوني لو قلتلكم اتعودت عليه. اهو بيسليني بدل ما انا ممنوع من الزيارة كده وفي اخر ايامي. هو ما بيتكلمش، بيفضل قاعد باصص عليا كده وخلاص، ما بيرددش غير كلمة واحدة بس، هانت. قربت الاماكن تتبدل وكل واحد فينا ياخد مكان التاني. حد فاهم حاجة؟ يعني هياخد مكاني ويتعب بدالي وانا البس الجلابية السوداء واركب دقن طويلة مثلا؟ حاولت اطلب منه يفهمني اكتر او يوضح لي اي حاجة، ما كانش بيتكلم، كان ممل قوي يا شباب والله، لا بيعذبني ولا بيخوفني، وبيفضل يروح كده ويجي ولا جو العفاريت ده خالص، قاعد صامت ساكت ما بيقولش غير جملة واحدة. والله يا ريت المستشفى كانت تمنع العفاريت من الزيارة علشان بدأت أزهق منهم. المهم إني عارف هموت إزاي، ولازم أكتب لكم الطريقة زي ما ماجد كتب. أنا هموت منتحر، هطلع سطح المستشفى بالليل وانتحر. مش عارف إيه الحكمة من الطريقة دي، ولا ليه ما موتش دلوقتي وأخلص، ولا ليه ما كانش مكتوب لي أنتحر في بيتنا بدل المرمطة دي، ولا انا عارف انا اللي تعبت بمرض نادر من الاساس، لما هو نهايتي مش بسبب المرض وانما عن طريق الانتحار. حاجة مريبة وملهاش اي اجابة الحقيقة. بس الراجل المرعب الممل اللي بيجي يقعد معايا قال لي اني هموت كده. عموما هتصحوا في يوم على مكالمة من المستشفى بتقول لكم اني انتحرت. اتمنى انتحر بسرعة واخلص، لان المرض بينهش في جسمي بطريقة مزعجة، وانا فعلا تعبت. دي رسالة اللي لقوها في اوضة احمد بعد ما انتحر، بس برضو الخط مش خطه. احمد لما تعب بالشكل ده واتمنع ان اي حد يدخل ويشوفه، ما كانش في اي وسيلة غير الجوابات، لان الشبكة في المستشفى كانت وحشة شوية، وما بيعرفش يتواصل مع حد برسالة على مواقع التواصل المختلفة، فما كانش في حل غير انه يكتب جوابات ويستلم جوابات بعد ما يتم تعقيمها كويس. اهله لما طبقوا الخط اللي في الرسالة اللي لقوها في الاوضة اللي كان فيها في المستشفى بكل الرسائل والجوابات اللي استلموها منه، لقوا ان الخط مختلف تماما. بس احنا كنا عارفين الخط ده خط مين، الخط ده نفس الخط اللي كتب في مذكرات ماجد، خط العيل الصغير اللي تقريبا لسه بيتعلم الكتابة جديد. والمشهد اتعاد تاني بس بشكل مرعب شوية. بعد ما اتدفن احمد وخلصنا العزاء، لقينا رسالة على واتساب مبعوثة منه في جروب الشلة اللي كنا احنا الاربعة فيه، ومبقاش فاضل مننا غير اتنين. كان مكتوب: قريب حد فيكم هيحصلني، يلا انا مستني. عبد الله، يا ترى الدور على مين فينا؟ هشام، انت قريت الرسالة اللي مبعوتة من موبايل احمد على الواتساب؟ قريتها. ده ايه المبالاة اللي انت فيها دي؟ تفتكر يعني مين بعتها يعني من تليفونه؟ يمكن حد من اخواته بعت رسالة مثلا؟ موبايل احمد في جيبي. الحقيقة ان عبد الله ما تحملش الوضع ده، كان شايف انه الافضل انه يروح للموت برجليه بدل ما يستنى الموت بطريقة بشعة. قعد يفكر في الانتحار بكل الطرق والوسائل، بس ما كانش عنده الشجاعة الكافية انه يعملها وينتحر.
ما كانش فيه وسيلة غير انه خد عربيته في عز الفجر وسقها بسرعة جنونية جدا. كان فاكر انه كده يخلص من نفسه، كان مستني يخبط في اي حاجة ولا عربية تتقلب ويموت ويخلص من تعب الأعصاب ومن حياته دي كلها. بس الدنيا مش دايما بتمشي على مزاجنا، الدنيا عمرها ما مشيت على مزاج حد. عبد الله كان نازل بهدف انه يموت ويرتاح وتبقى حادثة سير وقضاء وقدر، انما فجأة او من العدم كده ظهر قصاده واحد ماشي على رجليه. اكيد متخيل المشهد مش كده. بالسرعة الجنونية اللي كان سايق بيها عبد الله شال الراجل اللي ظهر قصاده ده فجأة وقتله، وطبعا بمنتهى السرعة اتقبض على عبد الله واتسجن. كان ما بينطقش بحرف، كان عارف انها النهاية، بس ده القتل خطأ وبالتالي مش هيتعدم. امال هيموت ازاي؟ مبقاش عارف. هو كان بيهرب من فكرة انه يقعد ويستنى الموت لغاية ما يجيله واختصر المسافة وقرر انه يروح للموت برجليه، بس الظاهر اننا ما بنمتلكش قرار، وان في خطة محكومة احنا ماشيين عليها سواء بارادتنا او غصب عننا. سجن عبد الله واتحكم عليه بالسجن، كل ده عادي وطبيعي. كل ده ما كانش شاغل عبد الله، اللي كان شغله هو النهاية هتبقى ازاي وامتى، ولا هو الدور دلوقتي مش عليه وعليا انا. طبعا انتوا عرفتوا انا مين صح؟ انا هشام، صاحب الفكرة او اللعبة المجنونة اللي اصحابي كلهم ماتوا بسببها وانا لسه عايش. نسيت اقول لكم ان عبد الله كمان مات، مات لما اتقلبت عربية ترحيلاته وولعت، بس مات من غير ما يسيب اي رسائل غامضة وغريبة ليا. كده انا اللي عليا الدور خلاص، ما هو الدور جاي على واحد واحد. اكيد انا نهايتي هتبقى اصعب منهم هما التلاتة، لاني انا اللي اقترحت اللعبة دي وانا اللي صممت عليها، وانا اللي كنت بقول التعويذات وهم يرددوا ورايا، وكنت انا اللي برسم الطلاسم. انا اللي دخلت في عالم او اقتحمت وتطفلت على عالم مش من حقي الدخول فيه اصلا. أكيد تم تأجيل الانتقام مني لغاية الآخر علشان ينتقموا مني ويموتوني براحتهم. يا ترى انتم مصدقين ايه؟ يا ترى انا فعلا اتصرفت بغباء وكنت مجرد بني ادم عندي فضول وهوس يجرب حاجة جديدة وغريبة، ولا مصدقين اني كنت اقصد اعمل كده في صحابي فعلا واذيهم لهدف شخصي مثلا؟ يا ترى مصدقين فعلا اني عليا الدور في الموت زي صحابي، ولا فاكرين اني ضحيت بيهم او قدمتهم قربان للشيطان والجن علشان احقق حاجة لنفسي مثلا؟ وهو اصلا ملهاش حل تالت، يا اما بقى ضحية فضولي وغبائي وعبثي مع العالم الاخر، يا اما بقى قاتل ومجرم وقاصد وعارف انا بعمل ايه. ما تجاوبوني، ليها سيناريو او حل تالت؟ ليها حل تالت. حلها التالت ان ما طلعش هشام اصلا، مش كده؟ مين قال لكم اني هشام؟ هل انا من ساعة ما بدأت احكي القصة قلت ان انا هشام؟ انتوا استنتجتوا ان طالما ماجد واحمد وعبد الله ماتوا وانا اللي عمال احكي، يبقى مفهوم جدا ان انا هشام. بس الحقيقة لما بدأت أحس إن أنتوا هتفهموا كده، قلت خليني أكمل في التمثيلية دي شوية. أنتوا اعتقدتوا إن أنا هشام، زي ما عبد الله وأحمد وماجد كانوا متأكدين إن هشام برضو، زي ما أهلي وأهلي كل واحد فيهم كانوا عارفين إن هشام. تعالوا بقى أحكي لكم الحدوتة بشكل تاني. عارفكم أنتوا بتحبوا الحوادث اللي من النوع ده، حواديت وحكاوي بتخلي فضولكم يكبر اكتر واكتر، وبتبقوا حابين تسمعوا اكتر عن العالم ده وتبحثوا وتدوروا فيه. فضولي يوديكم في داهية، زي ما هشام راح في داهية بالظبط. احكي لكم الحكاية بقى جت ازاي، ولا اقول لكم انا مين الاول؟ اظن انا مش محتاج اقول لكم انا مين، اكيد في منكم اللي فهم دلوقتي انا مين، واللي ما فهمش هيفهم بعد كده من اللي هقوله.
اللي حصل يا حضرات ان هشام كان مجنون بالقراية والاستماع لقصص الرعب، ومش اي رعب، ده القصص اللي تخص الجن والعفاريت، كلها قصص مفبركة، حتى الحقيقي منها مش هيأذيك لو سمعتها. الأذية بجد إنك تسمح لفضولك يخليك تشوف أو تقرا التعاويذ وتحاول تفك الطلاسم وتجرب اللي بتعمله ده. الفكرة إن هشام عمل كده، تدخل فيه ما لا يعني، ظن منه إنه يقدر على العالم الآخر ويقدر يخترقه ويدخل فيه ويخرج منه بسهولة. غبي بصراحة، كانت فرصة عظيمة بالنسبة لي. هشام حاول يجرب تعاويذ كتير لوحده، وبسبب تعويذة من التعويذات دي مات. هتسألوني مات ازاي واهله ما حسوش؟ هقول لكم، هو مات واختفى لمدة يومين تلاتة ومرجعش، لكن انا اللي رجعت، انا اللي خدت فرصتي واتجسدت فيه. انا جني وكنت ميت، وعشتنا بتحاول تستغل أي فرصة عشان ترجع أي حد فينا للحياة من تاني، حتى لو بشكل عند قوة أضعف. ما هو طبيعي أي جني بيتمثل في صورة إنسان بتبقى قوته أضعف بكتير من قوته كجني حقيقي. وفكرة الرجوع دي ما بتبقاش عشوائية كده، عشرتنا بتختار العدد من الجن المحددين اللي بتستغل الفرصة وترجعهم تاني للدنيا. أنا من الجن اللي في نظر عشرتي كنت صالح وليا دور كبير ومؤثر، وكان عندي 3 أصدقاء من الجن الفاضل واللي ماتوا برضو. كلنا موتنا واحنا بننفذ مهمتنا، كلنا موتنا واحنا بنحاول نستقطب بعض البشر اللي زيكم لعالمنا. في مننا اللي اتحبس في مقبرة لغاية ما مات، في مننا اللي مات محروق، واللي قرر ينتحر قبل ما تيجي الصور لأقوى من البشر زي الشيوخ والقساوسة ويستجوبونا ويحرقونا واحنا متلبسين بإنسان ويحاولوا يخرجونا منه. بعد ما بنعترف ونقول أي معلومة بنقرر ننتحر. مش ملاحظين حاجة؟ مش دي نفس نهاية أو نفس موتة أحمد وماجد وعبد الله؟ اللي انتحر، واللي نزل مقبرة، واللي اتقلبت بيه العربية واتحرق. هتسألوني هشام مات ازاي؟ أو بمعنى أدق، انا مت ازاي؟ وبالتالي لازم هشام يموت نفس الموت بتاعتي عشان اقدر اتجسد في هيئته وشخصيته. انا مت منفجر، وهشام هو بيجرب التعاويذ والطلاسم كان في شقة لوحده وانفجر. بس لحظة، هو ما انفجرش بالمعنى الحرفي اللي انتوا تعرفوه، هو اتحرق ذاتيا. لو جربتوا تدوروا على معنى الاحتراق الذاتي، هتلاقوا ان الجسم من الداخل بتحصل فيه درجة حرارة عالية جدا، مش مفهوم سببها ايه، بتخلي الشخص ينفجر ويتحول لرماد أو ينصهر من شدة الاحتراق أو يحترق فجأة. ده بقى نفس اللي حصل مع هشام، بس درجة الحرارة العالية دي والاحتراق الذاتي اللي حصله ده محصلوش صدفة كده. عشرتي هي اللي قررت تعمل فيه كده بسبب تجاوزاته ومحاولاته لاختراق عالمنا. طبعا انت جاي في بالك أسئلة كتير، مين اللي كان بيكتب في مذكرات ماجد ورسالة أحمد؟ مين اللي بعت رسالة من موبايل أحمد وإحنا في جنازته؟ ومين اللي كتب في مذكرات ماجد إن الدور جاي على كل واحد فينا، بالذات في يوم ما روحنا المقابر اللي لقيناه فيها؟ مش محتاجة إنكم تفكروا كتير، أنا اللي كتبت. طيب ومين اللي كان كل واحد فيهم بيشوفه قبل موته؟ يعني ماجد كان بيشوف ظل اسود، احمد كان بيشوف راجل مخيف بجلابية سودة ودقنه طويلة، واكيد عبدالله شاف حد برضه. مين دول؟ لا دول مش انا، دول الجن اللي مات، دول اللي هياخدوا مكان كل واحد فيهم. يعني ماجد شاف اللي هياخد مكانه، وكذلك احمد وعبدالله. طب ازاي هيرجعوا للحياة تاني ويستغلوا الاجساد دي بعد ما اتدفنت خلاص؟ شفت الفضول خلاك تسأل أسئلة مالكش فيها ازاي؟ اهي دي بقى شغلانتنا احنا، دي شغلة عشرتنا. بس انا هريحك وهقولك مش مشكلة، عشرتنا بتفتح القبور وبتاخد الجثث دي، وبعد كده بنقدر بطريقتنا واللي مالكش انك تسأل عنها ابدا، نرجع الجني اللي مطلوب انه يرجع في جسد الانسي اللي خدنا جثته تاني.
يعني ببساطة ده رحت فتحت القبر دلوقتي، سواء كان قبر أحمد أو ماجد أو عبد الله، مش هتلاقي جثثهم. وعلشان أوفر عليك السؤال، أنا كهشام طلبت من أهلي إني أسافر، لأن نفسيتي تعبت بعد موت صحابي كلهم ومحتاج أبعد. وفعلا سافرت وقاعد أحكي لكم الحكاية دي من بلد تانية وسط صحابي عبد الله وأحمد وماجد.